نتحدث الآن في مفاعيل ديناميات الاستقطاب، لماذا اليوم تولدت في هذه المرحلة في الولايات المتحدة؟ أعتقد أن الزخم الذي يحدث الآن هو نتاج سنوات مضت ديمقراطية. بعض العلماء يقولون أنها قد تكون على المحك، ولكن الديمقراطية هي تعبر عن إرادة الشعب، و لابد من أن يكون هناك حماية للمنتخبين، بالإضافة إلى فكرة الإجماع العام. إن فكرة الإجماع العام هي مهمة جدا، وهي تتعلق بنتائج الانتخابات وبانتقال السلطة بشكل سلمي. ونحن ضد أي أعمال عنف، لأن العنف وأعمال الوحشية هي بعض الأمور التي تقف أمام حركة الديمقراطية، وحدث ذلك في الفترة الماضية في السنوات الأخيرة، وكان ذلك شيء مزعج جدا. وحتى القوى العسكرية التي مفترض أن تكون محايدة أصبحت تتحدث عن آراء لها تخص الأحزاب المختلفة مثل الحزب الجمهوري. فأنا أقول أن الديمقراطية لابد أن تحفظ، وذلك يتم عن طريق نعم سيد الشاذلي، وضحت الفكرة فيما تقول. الحفاظ على الديمقراطية واجب الحزب الجمهوري والديمقراطي وعموم الشعب الأمريكي.